في منزل بغدادي صغير بأطراف منطقة الدولع يسكن الشاب محمد عباس مع عائلته، لكنه طريح الفراش منذ 18 عام بسبب مرض العظم الزجاجي. فوق ما أنه هو تكسر عظام، لأنه أنا عمري حاليا كبير، فصار لي يعني تقريبا من 2004 عن طريح الفراش حتى ما أقدر. صارت عندي مشاكل بالقلب، مشاكل بالأمعاء، مشاكل بكل جسمي، يعني بالإسعاف ما أقدر أصعد، حتى بالإسعاف قلبي يتأثر، يعني لأن نفس هذا ما تعرف طريقه وصعده ونزله، وهماتين نقلي للإسعاف هم أتكسر، لأنه يعني ها شوف هذا أتكسر، العظم ينكسر سريع. صدق أو لا تصدق أن هذا الشاب سيقطع عنه راتب الحماية الاجتماعية لأنه لا يتمكن من الذهاب إلى اللجنة ليثبت أنه على قيد الحياة. رادوا أنه فحص دوري كل 10 سنين حسب ما فهمت، يعني أن يشوفون المريض مو مقياس يعني الاقتصادي لو هذا، لا يشوفون المريض عدل لو ميت. المصابين بمرض العظم الزجاجي تكون عظامهم شديدة الهشاشة وتتكسر إذا تعرضت إلى أي ضغط شديد. يحدثنا محمد عباس عن خطورة حمله وصعوبة نقله إلى أي مكان، وتعجز حتى عجلة الأسعاف عن التعامل مع مثل هذه الحالات. أكو مثلي أمثالي، يعني حالتهم صعبة حيل، مثلا تلقى جسد كبيرة بس مشلول، هذا أبو شلون يشيله؟ مثلا أهل الضمور، أخويا من راجع للدائرة لقى ناس بهم ضمور، يعني النقل مالته كلش صعب خصوصا إذا مناطق بعيدة. أنا بلا ما بيا ضمور بس أتكسر فوق ما أنه تكسر. هسه إذا نشيلك شي يصير إذا جوي شالوه؟ لا عمو عبيدهم، يعني شايف شلون، يعني عمو عبيدهم، وحتى إذا ما معت يعني على فراشة على السدية قلبه ما يتحمل بيه خفقان. يطلب هذا الشاب عدم قطع راتبه، ولديه اقتراح بسيط إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتعامل مع الحالات المرضية الصعبة مثل العظم الزجاجي. المقترح هو مقترح سهل، مثل ما كانوا يطلعون لجان يحددون المستوى الاقتصادي للأسرة وللمريض، يقدرون يطلعون لجان يشوفون عادل أو ميت. ليث جوامير، ABC، بغداد.